بقول لك بقى من انك تعمل لايك سبسكرايب وشير. تنطلق اللعبة بمقدمة حاسمة في عام 2004 مع اثنين من أبطال اللعبة الرئيسيين واللي هم مايكل تاونلي وتريفور فيليبس واللي كانوا يمثلوا جزء من ثلاثية اللصوص مع شريكهم براد سنايدر، بحيث كانت بداية الثلاث في عملية سطو، لكن سرعان ما خرجت الأمور عن نطاق السيطرة وتحولت لحمام دم. وفي هاللحظة اتدخلت الشرطة وتمكن تريفور من الهرب باعتقاده أنه مايكل قتل أثناء الهروب وأن الشرطة ألقت القبض على براد، لكن في الحقيقة هناك شيء آخر غير معروف تماما. مايكل أبرم صفقة مع مكتب التحقيقات الفيدرالي بالكذب للموافقة على تسليم طاقمه مقابل التخلص من حماية الشهود أثناء هروبهم عشان يتمكن من الحصول على بداية جديدة، ولكن الشيء الغير رسمي وعلني إنه مايكل قتل وبراد بيقضي عقوبته بالسجن المؤبد. بننتقل للأمام في اللعبة، وكان مايكل بيعيش حياة مختلفة تماما في لوس سانتوس ولديه زوجة وأطفال، وما بنقص شيء من الموارد المالية مع وكيل أعماله ديف نورتون واللي كان يراقبه عن كثب. وفي هالوقت بنلتقي ببطل الرواية الثالث للعبة وهو فرانكلين كلينتون واللي هو ضابط عصابة منخفض المستوى وكان بيشتغل مع بائع سيارات فاسد، ولسوء حظه أجبره مايكل على مهمة استرجاع سيارة ابنه، لكن سرعان ما تشكلت بينهم صداقة ازداد التعزيز لما ساعد فرانكلين مايكل في إنقاذ من عصابة من اللصوص بعد وقوع عملية بيع مشبوهة. بعدها بدت المشاكل الشخصية في حياة مايكل في إحداث تأثير مضاعف وضغط نفسي لما وجد زوجته بتخونه مع مدربها للتنس. في هاللحظة مايكل وفرانكلين طاردوه لمنزل في تلال فينود، ولكون مايكل كان في نوبة غضب شديد دمر المكان وسحب المنزل كامل أسفل المنحدر ليشفي غليله بالانتقام، لكن للأسف اتضح أنه اللي عمله خطأ مكلف لأنه المنزل اللي دمروه ما طلع ملك لمدرب التنس ولكن لمارتن مادرازو. بعد التفاوضات بينهم طلب منهم مادرازو تعويض بدل الضرر اللي تسببوا فيه إذا حبوا أنهم يظلوا على قيد الحياة. بتم الضغط عليهم الأمر اللي بيجبر مايكل للعودة لعالم الجريمة لكسب مبلغ كبير من المال بسرعة. بعدها بيقرر مايكل وشريكه فرانكلين التخطيط لمهمة وبتمكنوا بنجاح من سرقة مجوهرات وباعوها واستخدموا فلوسها لتعويض مادرازو، ولكن على الرغم من سدادهم ديونهم إلا أنه المشاكل الأخرى صارت تلاحقهم وبظهر تريفور من جديد وبرجع لساحة المعركة واللي تبين أنه كان يكسب لقمة عيشه كتاجر مخدرات منخفض المستوى بمصنع خارج ضواحي لوس سانتوس. وبطريق الصدفة بوصلوا خبر سرقة متجر المجوهرات، وقتها أدرك أنه مايكل هو اللي قام بالسرقة وأنه ما مات قبل 9 سنوات. تريفور ما كذب خبر واتجه للمدينة وتعقب مايكل في محاولة للم الشمل، وكان هذا الأمر غير مريح وشبه متفجر بينهم، لكن بعدها توصلوا الاثنين لاتفاق على أنهم يظلوا على اتصال أو على الأقل يشوفوا كيف بتصير الأمور. قرار مايكل الأخير بالعودة لحياة الجريمة ما كان خالي من العواقب اللي رفعت راسها قدامهم، بحيث طلب ديف نورتون منه التورط في أنشطة إجرامية مرة أخرى. نورتون بيجبر مايكل على القيام بأمور غير قانونية وبتم إشراك تريفور معه في هاي الفوضى، وكانت هاي العمليات بتشمل الاغتيالات وتعذيب شخص بتبين انه بريء تماما، وكان من بين هاي العمليات عملية تسلل وتخريب وكالة الشؤون الداخلية او منظمة IAA واللي هي منظمة استخبارات منافسة طوال الوقت. بعد الخلاص من الاعمال الفوضوية هاي بنتهي الامر بمايكل يلاقي حاله في وسط هوليود كمنتج لفيلم، وعمله هناك جعله في صراع مع ديفون ويستون الملياردير الرأسمالي واللي بيمتلك عدد غير قليل من العملاء الفاسدين في جيبه. وفي الوقت نفسه تريفور ومايكل وفرانكلين وليستر بيشتغلوا مع بعض بشكل متكرر وبنفذوا عدد من السرقات، إلا أنهم قرروا يتوجوا أعمالهم بخطة جريئة وطموحة لا تكون نهائية في تاريخ سرقاتهم، وبقرروا يسرقوا احتياط السبائك الذهبية من مستودع النقابة. بيبدأوا التخطيط والاستعداد لهاي السرقة، ويبدأ مايكل اللي تصالح مع عائلته في التحضير للدخول مرة أخرى في حالة تقاعد سلمي بعد العملية النهائية، لكن كانت الظروف الثانية عكس التوقعات وحضر تريفور لمايكل وطلب منه أنهم يهربوا براد من السجن. طبعاً ولأنه مايكل بيعرف ومتأكد انه براد مات من 9 سنوات ما كان قدامه الا انه يحكي الحقيقة بموت براد في المكان نفسه اللي نفذوا فيه اول عملية سرقة. تريفور اكتشف بسرعة كل اللي عمله مايكل قبل 9 سنوات وانه ابرم صفقة مع الفيدراليين بانهم يدفنوا براد مكان اللي المفروض يكون ميت قانونيا. مايكل تتوتر العلاقة بينهم وبتواجهوا مع بعضهم البعض تحت تهديد السلاح، لكن سرعان ما بتم مقاطعتهم ومهاجمتهم من قبل 3 اشخاص مستأجرين. بهاللحظة بتمكن تريفور من الهرب على الرغم من انه تم القبض على مايكل، وكان هذا الشيء بمثابة استرخاء لتريفور كونه اكتفى من العمل مع مايكل وراح يكون سعيد اذا شافه بموت بسبب اللي عمله. بعد معرفة فرانكلين
وليستر بالموضوع بتمكنوا من العثور على المكان اللي تم احتجاز مايكل فيه ونجحوا في انقاذه، وكانت عملية الانقاذ سبب في مقتل العديد من رجال العصابة الثلاثية. لكن مع هالحكي كله وجد مايكل انه مشاكله ما انتهت لسه، واتصل فيه الملعون ديف نورتون وطلب منه القيام بعملية نهائية له ولزميله ستيف هاينز، وبعد انجازه للمهمة راح يكون حر نفسه. وكانت هالمهمة بتتمثل في اقتحام المقر الرئيسي لمكتب التحقيقات الفيدرالي واختراق خوادمه ومحو الأدلة للعديد من الأنشطة المشبوهة وغير المشروعة لستيف هاينز ونورتون. ومساعدة فرانكلين وافق مايكل على المهمة وبنهيها بنجاح. ومجرد اكتمال المهمة بتفاجأ مايكل بخيانة هاينز، وبيلاقي نفسه في مواجهة متوترة معه ومع مجموعة متعددة من الوكالات الأمنية والاستخباراتية، وجميعهم بدهم يلقوا القبض عليه لعدة أسباب. بعدها بدور قتال جماعي فوضوي بينهم، وفي لقطة حماسية بيظهر الشخص اللي كان مصر انه يقتل مايكل واللي هو تريفر في الوقت المناسب، وبساعده على الهروب. واثناء هروبهم بتفقوا الاثنين انهم يزيحوا ضغينتهم لبعض على جنب ليكملوا عمليتهم الاخيرة ويسرقوا مستودع الاتحاد. وكان مايكل واثق من انهم راح يتمموا عملية سرقة المستودع، وفعلا تكللت العملية بنجاح وسرقوا سبائك ذهب اللي قيمتها ملايين الدولارات. بعد حدوث مجريات السرقة زار فرانكلين كل من ستيف هينز وديفين ويستون، وطلب هينز من فرانكلين انه يقتل تريفر بسبب طبيعته اللي لا يمكن التنبؤ فيها. وعلى العكس تماما ويستون طلب من فرانكلين انه يقتل مايكل لكونه بده ينتقم منه. في هالحالة كان فرانكلين قدام احد هالخيارات، اما انه ينفذ اللي طلبوه منه واما يتعاون مع مايكل وتريفر وليستر مرة ثانية ليقضوا على اعدائهم مرة واحدة والى الابد. في النهاية اختار فرانكلين ولم الشمل وتم القضاء على اعدائهم ومسحوا تاريخهم الاجرامي وعاشوا حياة طبيعية، وقرروا يظلوا على اتصال مع بعضهم البعض. وفي نهاية هالفيديو اصدقائي اتمنى ان المقطع نال اعجابكم، لا تبخلوا باللايك والاشتراك وتفعيل زر التنبيهات.